وانا لقيتك موجهة شكر ايضا لطبيب تجميل. يعني انتوا بتحبوا عمليات التجميل ليه؟ لا شوف انا قدمت يعني كيف ما فهمت انه انا قلت له شو لا يعني او خلي السؤال بشكل يعني الاسراف في عمليات التجميل. لا شوف هل انت انا ما داخله فيه ولا بتعتبريه حريه شخصيه؟ شوف انا ما كل ست بتحب تزبط حالها بس مش تشوه حالها. عرفت؟ هلا لا شك في اخطاء كثير عند بعض الاطباء او رده فعل للمرضى، بس بنفس الوقت ما في حدا بهالدنيا ما بقى عم يزبط حاله، مش ضروري يكون، مش شرط يكون فنان، صاروا الناس العاديات بيزبطوا قدنا على مليون مره. فكتير عادي بالنسبه لإلي انه اذا انا عبالي اعمل بوتوكس او فيلر بدي اعمل، ما حدا له معي، المهم انا ما اذي حدا، شو انا بعمل بحالي هذا الشيء بيرجع لي انا وهذا بقناعتي. هلا في اوقات واحد بحالفه ما بحالفه الحظ، بيصير عنده مشاكل، بيصير عنده كومبليكاسيون، اكيد الواحد لازم يعرف عند اي دكتور يروح وعند مين كيف يتعالج، لانه في كتير برودكت منها منيحه بالسوق بتسبب مشاكل الى اخره. بس في البعض احيانا بيخفي انه عمل يعني عمليات تجميل يقول ما عملتش. كلنا يعني بنعمل رتوش، كلنا انسى 99% فاصلة 99%، مش راح اقول لك اكثر. واللي يقول انا ما بعملش عمليات تجميل يعني هو ضميره الوسط يعني ليه الواحد ما بيكون متصالح مع حاله؟ شو فيه انا بدي اعمل بوتوكس، هلا انا صار لازم اعمل بوتوكس صراحه يعني، بس تركته مشان المسلسل لازم يكون في اكسبريسيون نقدر نضحك نعبس نعمل يكونوا موجودين. لا بس مسألة تتجاوز البوتوكس يعني في انف وفي مخص، هيدا ما بتعملها مره بالعمر، بس البوتوكس كل فتره لازم تعملها، ما بيضاين، عرفت؟ حتى الفيلر، لانه البيرمننت عندي ليك، شوف عندي اطلاع فيهم، البيرمننت بي بي بيعمل لك مشاكل مع الوقت، الفيلر العادي لا بكل فتره كمان بتعيده. بس هنا ما مش بت، لان انا بشوف احيانا البعض بيجيب معاه نتيجه عكسيه ويؤدي الى متاعب. في كتير طبعا، وبيكون في جمال مع بعض الدفوهات البسيطه كده لكن بيقضي على الجمال تماما يعني. مظبوط. هلا في مثلا انا في كتير من اصحاب بيكون عندهم مشاكل صغيره، بصيروا انه بيجوا لياخذوا رايي، انا بقول لهم ما تعملوا، لانه مثل ما قلت الدفوه هن شايفينه ونحن مش شايفينه، فبيبقى في دفويات صغيره، لانه الواحد ممكن صراحة ما بقى دايما الواحد بيكفل إذا هالدواء رح يتجاوب معه أو هالفيلر رح يتجاوب معه أو هالطبيب رح يتوفق معه، لأن كل واحد معرض إنه يغلط. طيب نسمع ما تشوف بقى، عندنا حبيبة أمها. طيب يعني بتحبوا الخناقات الفنية يعني؟ يعني لازم تبقى في عناوين كده، رولا سعد وهيفاء وهبي خناقة ومحاكم ما رح نخلص منها بقى. خلاص بتعرف هيدا الشيء كل حدا بيصير عنده مشاكل، بس يمكن لانه نحن بالاضواء بينحكى عنها اكثر، اكيد كان في خلاف ولا خلص. مش جايز دي وسيله لصناعه اضواء يعني؟ ما تعالوا نعمل شويه خناقات لا بالعكس. بالعكس مش هيك بتكون، انك تفوت على محكمه مش وسيلة أضواء. أنت مع هيفاء وهبي رحت المحكمة؟ الحمد لله وربحت وخلص وخلصنا من هالموضوع، وهي بطريقة وأنا بطريقة والله يوفقها، وبالعكس ما في شيء بقى خلص، بس ربحت القضية. القضية كان فيها اتهام بسرقة أغاني حاجة كده؟ لا يعني. يا ريت خلص ما بدنا يعني خلص، أنا أخذت عاد على نفسي ما بقى أحكي بالموضوع. لا مش هيك، ما هأحكي خلص. طيب خلينا في بتكلم بس على بعض المحطات اللي ممكن يكون فيها اصطناع قضايا يعني. لو بشوف كمان في، انت عملت كليب واخترت فيه مهند. مهند اسمه ايه؟ احنا عارفينه مهند بس. كيفانج. ليه؟ كان ايه فكرتك في الكليب انه يبقى معاكي مهند فيه؟ بدي اقول لك شغله، هلا كل حدا بيجيبوا مودلز من برا. هلا انا كنت بمصر عم بعمل المسلسل يمكن تبعي او الفيلم. ونزلت على لبنان وكان عندي 3-4 ايام، كان المفروض منقي شخص هون من مصر انه يمثل معي الدور، لظروف معينه ما قدر يكون. هلا نحن وهونيك انا نزلت 4 ايام وراجع على مصر. فبالصدفة عم تقلي اختي كان اول ما نبلش مهند، يعني كان بعد ما صار مهند كنت بلش جديد
المسلسل تبعه. يعني كان في وقتها هوس بمهند يعني. لا كان مبتدي جديد يعني، كان المسلسل لسه جديد يعني، لسه يبتدي يعني. فجت اختي قالت لي تعالي شوفي الشاب ده بيشبه خياتي. هلا انا سطلت صراحه. هلا اصلا في كتير ناس فاكرونا اخوي. لا عن جد في شبه كتير، وانا تتعرف انه في اشياء انت ما بتسعيلة بس ربنا هيك بيفتحها بوجهك هيك. فانا بالصدفه عم يحكيني مدير اعمالي، قلت له بدي فلان الفلاني يكون معنا وكذا وهيك، ماي اكس مدير اعمالي. عملنا كونتاكت معه خلال يومين كان. بس بياخد في يعني خد كام مثلا؟ لا ماشي بالعكس، كان في سبونسر. خد كام المحظوظ ده في الكليب ده؟ 20,000. لا 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 والله العظيم 20,000 دولار؟ ايه عادي، انه ما كثير يعني، ما بعرف، بس من خلال ليك صار في كثير حكي بالصحافه انه انا قلت انا جبت مهند وشهرته. هي القصه مش هيك، هي القصه لانه تتعرف انه كثير حلو اللي يكون عم بيحاورك، يعرف يحاورك وياخذ الصدق منك، مش ياخذ سكوب منك، ياخذ الصدق منك. انا قلت انه انا بوجودي، انا بوجود انا عملنا الكليب وكان موجود معي بهذا الكليب، انا فتحت مجال انه كثير ناس يتصلوا فيي ليعملوا له دعايات، ليعمل اشياء تانية تعطيهم الكونتاكت. فانا فتحت له مجال. فتحت له مجال انه يطلع موديل في، انما لا مش انما مش هو مش كان مش كان مشهور. لا لا, لا 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 بعدنا عم اقول لك انه حلو المحاور يوصل المساج. مش قاعد اعمل سكوب، انا المقصد انه هو اجى اوكي عمل معي صورنا الكليب والى اخره. صارت انت مثلا انت عندك دعايه، انا صار يتصل فيي انا انه بليز تعطينا رقم مهند كذا بالمكتب تبعي وفلان وهيك. وصار في كثير اشياء مثلا ناس تسال وتطلب، نحن نعطي الكونتاكت من خلالي انا. صار في عنده اكثر ناس تقدر تصير تعمل معه كونتاكت او تتواصل معه باشياء معينه، حفلات، دعايات، من خلالي انا، لانه يعني فتحتي له ابواب. لا التواصل، يتواصلوا معه. طيب نسمع الكليب يعني. ما فيش هاي الاغنيه دي كمان كانت اغنيه سوزان تميم. صراحه ويعني وبعد ما قتلت سوزان تميم اتذاعت الاغنيه. جاك تليفون فانت غششتيني. رد. لا صراحه انا للاسف الشديد دائما بحطوا الحق على الفنان. هلا اوكي في صحافي كتبوا له لسعد تقتله سوزان تميم فنيا يعني. وانا عن جد ما معي خبر، انا نزلت الغنيه وبعدين بلاقيها على اليوتيوب وبتشانلز انه حاطين شقفي مني شقفي من سوزان، يعني مقطع مني. بس هي نزلت قبل مقتل سوزان تميم؟ قبل بس هي كانت غنيتها وبعد مقتلها هي شكلها مغنيتها وركنتها بالجرور. صار في خلاف يمكن مع شركه الانتاج او مع الملحن. استاذ سمير سفير بعني اياها، بس ما كان عندي فكره انه طب ليه تحققي شهرة على دم وجثة سوزان تميم؟ صراحة أنا قلت لك الحقيقة ما عندي فكرة، ولا ما كان عندي فكرة أبدا. بالعكس يا ريتها بعد عايش وتاخد الغنية، لأنه بيلبق لها، كانت فنانة كتير حلوة وأنا بحبها كتير. وأنا انصدمت إنه كنا عم نغني